السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه character.ai، فكرته قايمة على الذكاء الاصطناعي. عارف جوجل بارد او شات جي بي تي او بينج او اي حاجة من الحاجات ديت؟ ممكن انت تدخل وتقول له السلام عليكم صباح الخير، انا عايز تكلمني كأن انا بتكلم مع دكتور احياء، انا عايز تكلمني كأنك انت احمد زويل او ارشميدس او وساعتها لما تقول له اسمك ايه هيقول لك معلومات عن ارشميدس، يقول لك انا ارشميدس ولدت سنه كذا وتوفيت سنه كذا. هو مش بيستدعي ارواح بس هو بيتقمص الشخصيه. ففي موقع جميل اسمه character.ai بيخليك تتقمص الشخصيه وتخليك ان انت تتكلم مع الشخصيه اللي نفسك تتحاور معاها، تمام؟ هو هيجيب لك المعلومات من اللي موجود في الكتب. الجميل ان هم خلاص نزلوه على الايفون وعلى جوجل بلاي، فتقدر انت تستطيعه عندك على الموبايل وطول الوقت ايه عمال تتكلم مع الشخصية اللي انت بتفضلها. مثلا انت راجل تخصصك مثلا فلسفة، عايز تتكلم مع سقراط، فتبدأ تختاره وتبدأ تناقش معاه. مثلا انت تحب سوبرمان، تحب شخصية كده من الشخصيات دي، تقدر انت تدرس معاه. ولكن انت تعمل كرييت وتنشئ الشخصية، ليه لا؟ ليه ما ننشئش احنا شخصيات من التاريخ الاسلامي ومن التاريخ العربي؟ في حد بيقول انت بتتكلم بسرعه، خلينا نتكلم بالراحه كده نتحاور، ماشي؟ ممكن تتكلم مع ايلون ماسك، هو انت مش هتدخل حوار مع ايلون ماسك نفسه، لكن هو هيتقمص الشخصيه. فلو انت عندك اي سؤال عايز تساله ايلون ماسك، هو يدور في كل الكلام اللي كتبه ايلون ماسك على تويتر وعلى اكس ويبدا ان هو يجاوبك من خلاله. طيب خلينا نقول له لوج ان عشان نقدر احنا نتحاور معاه. بعد كده بتلاقي هنا اللغات اللي ممكن تتكلم بيها، ما اعتقدش ان في عربي، لكن هو مبدئيا لما بتتكلم عربي ساعات بيرد بالانجليزي، يعني فهم الكلام ويرد بالانجليزي، وساعات لا، يعني بتلاقيه مش فاهم الكلمه، وساعات بيرد بالعربي، يعني انت حظك بقى حسب الشخصيه نفسها. طيب نختار مثلا محمد الفتح، تمام؟ انت كأنك بتتكلم مع نموذج لغوي، ما تفكرش ان هو هيديك وصية مثلا انت تعرفها، تمام؟ انت زي ما انت شايف انا سألته بالعربي هو كان بيجاوب بالانجليزي. ممكن ان تخبرني عن والدك. وممكن تاخد السؤال بالعربي يعني اهو جاوبه بالعربي. السلطان مراد الثاني ده اعجب سلطان في التاريخ، يعني استقال مرتين. هل كان زاهدا؟ استقال وبعد كده ابنه قال له يعني انا صغير والناس عمالة تهجم عليا وبتاع، فارجع لو انا السلطان فلازم تسمع كلامه ترجع، ولو انت السلطان لازم تحمي المملكة بتاعتك يعني. فجميل جدا يعني شخصية. تخيل مثلا قطز مثلا بتقعد تتناقش معاه ويجيب لك معلومات حقيقية وتاريخية عن قطز، عن بيبرس وهكذا، تمام؟ انا نفسي اتكلم مع سليم الاول يعني. طيب هاري بوتر، باتمان، ممكن مين تاني؟ اي شخصية بقى. تعالى في الانيميشن بقى عشان بحب اتفرج على الانيميشن، بس ما اعرفش ولا شخصية من دول. تمام، فتبدأ بقى تختار الشخصية اللي انت عايز تتكلم معاها. ممكن تقول له كرييت وتبدأ انت تخترع شخصية وتبدا بقى هو يجمع معلومات ويتقمص الشخصيه ديت. فتقدر تقول له كرييت ا كاركتر او كرييت ا روم، فممكن تخترع شخصيه معينه، تمام؟ ممكن مثلا سيدنا عمر بن الخطاب، ممكن شخصيه علي بن ابي طالب، ممكن ابو بكر الصديق، اي شخصيه انت عايزها. وبعد كده تكتب جمله تعريفيه، تمام؟ انا فلان الفلاني و و و وطبعا يفضل تبقى بالانجليزي وبالعربي. وبعد كده ممكن تعمل له enable image generate بحيث ان هو يكون هو الشخصيه ديت، تمام؟ public يعني كل الناس تقدر انها تناقش معاها. الافاتار تقدر تعمل create image او تختار شخصيه من عندك وتقول له create and share، وانت هتبدا بقى تتكلم معاه، هو اوتوماتيك هيبدا ياخد الشخصيه دي ويبدا ان هو يستنتج المعلومات، بحيث لما حد يساله في حاجه انت قلت له عليها يبدا يبقى يجاوبه من خلالها. يعني ممكن انا ادي له كل المعلومات عن الشخصيه اللي انا بحبها، ايا كان بقى الشخصيه اللي انت
بتحبها او انت عايز تتناقش معاها. تمام، اهي ده بقى بيشرح لك الخطوات ازاي تعمل الشخصية والحاجات دي كلها، وبعد كده تبدأ تعمل كريت روم، غرفة الناس تبدأ تتناقش معاها. فدي جميلة جدا، اتمنى كل واحد فينا يبدأ ان هو يختار شخصية من التاريخ العربي والاسلامي. مثلا انا بحب المتنبي، بحب الغزالي، ابن رشد، في ناس كتيرة كده الواحد بيحب يقرأ في السير بتاعتهم، فليه لأ؟ عمر خيام مثلا. هنا دي لو انت عايز امكانيات اكتر ويديك مزايا اكتر، ممكن تخش على character.ai دوت. تمام، تعمل سبسكرايب ب$10، لكن انا النسخة المجانية صراحة مش مقصرة معايا. تمام، اتكلمت مع شخصيات كتيرة. تمام، ممكن انت تعمل شخصية لنفسك، يعني ممكن تيجي هنا كرييت وتعمل غرفة باسمك او شخصية اسمك وتبدأ تتكلم معاهم. طيب، ممكن الموقع بتاعك مثلا تبتكر شخصية مثلا زي كيمو مثلا بتاع الايس كريم، وتعمل الصورة بتاعته وتخلي اي حد عنده اسئلة يتكلم معاه. مثلا نابليون، ما اعتقدش ان نابليون بيتكلم عربي، بس خلينا give me more information about you. تمام، هيبدأ بقى يتكلم عن العائلة بتاعته والجيش والحاجات دي كلها. No, I don't like Egypt. هو يعني كان حلمه صغير ان هو يحتل مصر، يعني كان هو في الجيش كان بيحلم كده. بس تعك في عكة يعني، وخد ضربة حلوة يعني. فبتبقى ظريفة يعني. ممكن تسأله مثلا how you did die. هو اتنفى وبعد كده ايه تقريبا حد حط له سلام قلب الجزيرة اللي اتنفى فيها. تمام، وكل ان بسبب نوع من انواع الحاجات اللي بتتحط في الاكل يعني، الله اعلم. المهم يعني مش بنتكلم عن الشخصيات، احنا بنتكلم عن الموقع character.ai. موقع جميل جدا، اتمنى تكتبوا لنا رايكم في التعليقات، ولو اي حد عنده اي موقع جميل زي كده يا ريت يقول لنا عليه.